يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الأشاعرة نسبتهم 95% من المسلمين، وينتسب لهم الكثير من علماء المسلمين ومفكريهم، فكيف يكونون على ضلالة؟ ما هي بالعبرة بالكثرة يا أخي، العبرة بمن هو على الحق ولو هو واحد، العبرة بمن كان على الحق ولو كان واحدا، وأما من كان على غير الحق ولو كانوا كثيرين لا عبرة به. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فالعبرة بالذي عليه بالذي يسير على الحق والجادة الصحيحة، هي بالعبرة بالكثرة. نعم.